فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على الناصح لنفسه أن يعلم أن هذا الجهاز الذي في يده سيسأله الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة في كل كلمة كتبها أو صوت نقل أو منظر رآه أو سائعة تقبلها أو نشرها أو غير ذلك، فإن ذلك داخل في عمل المرء الذي يحاسب عليه يوم يلقى الله ويقف بين يديه جل في علاه.